دلوقتي مع حضراتكم هنقابل الكسيبة، ودول شباب زي الورد انضموا لشركة بيتي لمنتجات الألبان. ده برنامج تشغيلي من خلاله قدروا يوصلوا بهؤلاء الشباب إلى كل القرى والنجوع وأيضا المناطق النائية. يكفي أن أقول لحضراتكم أن برنامج الكسيب اللي أطلقته شركة بيتي مبيعاته تجاوزت 1 مليار جنيه، وقدر يوفر حوالي 35 ألف نقطة بيع جديدة لمنتجات بيتي. خليكم معنا. عايز تبقى كسيب ودخلك الشهري ما يقلش عن 10,000 جنيه، يبقى ركز معانا عشان نحكي لك قصة نجاح 350 شاب كسيب بجد. انضموا المشروع الكسيب اللي أطلقته شركة بيتي العملاقة المتخصصة في الألبان والعصاير والزبادي، وهدفه توفير فرص عمل للشباب والوصول من خلالهم كموزعين لمنتجات بيتي لكل القرى والنجوع والتوابع ليها في مصر. شباب مشروع الكسيب اللي أطلقته شركة بيتي سنة 2017 منتشرين النهاردة في 21 محافظة، وبيساهموا بأكتر من 10% من إجمالي مبيعات الشركة، يعني حوالي 1 مليار جنيه. ومن هنا حياتهم اتغيرت بصورة كاملة، وبقى بيمتلكوا عربية واثنين وثلاثة وأكتر كمان، لأنه بيشجع الشباب الطموح ورواد الأعمال في المناطق الريفية والنائية، ويساعدهم ويدربهم ويبني قدراتهم ككوادر هتبقى مسؤولة عن المبيعات في بيتي مستقبلاً. وطبعاً حقق مشروع الكسيب اللي بدأ بـ50 شاب نجاح كبير جداً في انتشار حوالي 100 منتج بتقدمها شركة بيتي للسوق المحلي، وتحديداً في المناطق الريفية بالدلتا والصعيد، واللي كان من الصعب وصول المنتجات ليها، وخصوصاً إن الشباب اللي انضموا لمشروع الكسيب خضعوا لأكبر برنامج تأهيلي في أكاديمية بيتي، وتعرفوا على أحدث علوم التسويق والمبيعات. دلوقتي حضراتكم موجودين في مركز توزيع بيت العملاق في منطقة أبو رواش، وده واحد من 33 مركز توزيع على مستوى الجمهورية، وتستحوذ على 30% من إجمالي مبيعات الألبان والعصائر والزبادي في السوق المحلي لخدمة 102 ألف نقطة بيع لمنتجات بيتي، يعني 220 مليون لتر ألبان و230 مليون لتر عصاير و85 مليون كيلو زبادي سنوياً بتنتجها مصانع بيتي في النوبارية. تعالوا نقابل السيد تامر نجيب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في بيتي عشان نتعرف على مشروع الكسيب. أستاذ تامر نجيب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في شركة بيتي، وإحنا جايين لحضرتك هنا، احنا جايين احد مراكز التوزيع الخاصة بشركة بيتي، يعني بالنسبة لنا الموضوع عربية بتتحمل وبتتحرك على مدينة او قرية او حتى نجع من نجوع مصر، ولكن الموضوع طلع مختلف تماما. ده علم كبير جدا، تبريد ومخازن جافة وعربيات بتتحرك وفكر في التسويق والتوزيع للمنتجات. من هنا انبثقت فكرة الكسيب. الكسيب ده النهاردة 360 شاب معهم عربيات، وفتحنا باب رزق كبير جدا وساعدنا في التوزيع. مظبوط. طيب عايز اعرف فكره الكسيب بدات ازاي، الفكره العظيمه دي. خلينا نبتدي. حضرتك زرتنا في المصنع، اتفرجت مصنع على النوباريه. ايوه مصنع النوباريه بالظبط. شركه حضرتك بيتي. اتفرجت على حجم الطاقه الانتاجيه، 80 مليون لتر زبادي ومنتجات مبرده، 80 مليون 80 كيلو زبادي، 80 مليون كيلو زبادي، 220 مليون كيلو لبن او لتر لبن، 230 مليون عصاير. لتر عصاير، صحيح صحيح. ومش دي الطاقه الانتاجيه بتاعتنا كلها، لسه في كتير. احنا مش بنبص على التوزيع بس، الجوده، جوده التوزيع وازاي المنتج ده يوصل من اول لما حضرتك شفته في المصنع على خط الانتاج لحد المستهلك في احسن جوده وظروف ممكنه. صحيح. قلنا عايزين، كان عندنا طلبات كتيره، اهلنا في القرى والنجوع، مصر كبيره جدا. صحيح. مصر فيها أكتر من 5,000 قرية. من هنا ابتدت فكرة بتاعتنا بتاعة الكسيب.
ابتدينا نعمل مقابلات وابتدينا البرنامج بتجربة صغيرة في 20 مكان لحد ما وصلنا النهاردة لحوالي 360 كسيب. طب الفكرة عبارة عن ايه؟ يعني ايه كسيب بقى فهمنا؟ كسيب. ده شخص انا بنقيه من اهالي القرية دي، تمام، او التلات اربع قرى دول. بقول التلات اربع قرى دول انا عايز حضرتك كراجل تبقى الموزع بتاعي وممثل شركة بيتي في القرى اللي انت ساكن فيها وانت موجود من ابنائها. ابتدينا نشتغل معاهم ان هم يجيبوا عربيات، نساعدهم يجيبوا عربيات، يبقى عنده عربية توزيع فيها وحدة تبريد لان احنا بنبيع منتجات مبردة، وبالتالي يبتدي هو يبقى المسؤول قدامي على توزيع المنتجات بتاعتي في القرى والنجوع اللي حوالين المنطقة بتاعته. هو لما بيجي يحمل، احنا عندنا 33 مركز توزيع زي ده. أيوة. على مستوى الجمهورية. مزبوط. كلها تحت امر الكسيبة، كل مزبوط. واحد حسب منطقته. مزبوط. لما بيجي ياخد الزبادي او اللبن او العصاير هو بيدفع كاش. صح كده؟ ايوه مزبوط. اما اسلوب البيع بتاعه مع الناس عملائه ترجع له سكريته بتاعته. ايوه ترجع له هو بالظبط كده. هو المسؤول عنها. انا عايز بقى يعمل له اجل، عايز اخد منه كاش، هو حر بقى، دي فلوسه. احنا على مدى 6-7 سنين من عمر الكسيب، ايه قصه النجاح اللي عندنا النهارده؟ في ناس كبرت للدرجه دي مثلا، انتشرت من قريه الاثنين لثلاثه العشره، مسكت محافظه. ما تحكي لنا كده. عندنا قصص كتيره جدا نجاح كبير جدا للكسيب. انا عندي ناس ابتدت معايا في 2018 موجودين معايا النهارده. الراجل كان بادي مشروع بعربيه واحده مش عارف يدفع ثمنها، النهارده يعني ما شاء الله هو عنده 9 عربيات. ما شاء الله ما شاء هو الله. بقى هو لسه ده شغال 14-15 ساعه في اليوم. مش 3-4 ساعات وعايز يريح. بص الكسيب حلاوته ان انت كل ما بتدي كل ما هتاخد، زي اي بيزنس. فانا عندي ناس على مدار الخمس ست سنين اللي فاتوا طلع من عربيه بقى عنده 9 و10 عربيات النهارده بمشاريع، بقى يشغل بقى عيلته واخواته، وبقى حلم كبير لاي حد يخلص جامعه يخلص تعليمه. عنده شركه توزيع. عنده شركه توزيع. انا هشتغل معاك ونكسب. يلا يلا بينا. متوسط دخل الكسيبه قد ايه؟ زي ما انا وضحت. كل ما هتشتغل اكتر كل ما هتكسب اكتر. يعني مش هيقل عن كام؟ لن يقل عن 10,000 جنيه شهريا. ده انت يعني يعني انت لو ربحه هو. ربحه طبعا. هو حوالي قد ايه؟ كام في المية؟ انت لا 5% تقريبا. هو بياخد 5 تقريبا في المية من المبيعات دي ارباحه. فيعني اقل واحد بيبيع ب 200,000 جنيه اللي هم ال 10,000 جنيه. عندي ناس طبعا بتعمل ارقام تانية خالص. وانا في المصنع قالوا لي ان احنا مغطيين 102,000 نقطة بيع. مظبوط. بمنتجات بيتي. نقدر نقول لك الكسيب ضاف لنا ايه؟ كم نقطة بيع؟ طيب الكسيب منهم. الكسيب حوالي بيضيف لنا حوالي من 30-35,000 نقطة بيع. طبعا ده بقى احد اعمدة التوزيع والبيع في الشركة. طبعا حتى لو مش نقط كبيرة زي الهايبر ماركتس الكبيرة، لكن نقط مهمة جدا بالنسبة لنا، لان احنا احدى اهدافنا كشركة ان احنا نوصل منتجاتنا لكل المستهلكين ولكل اهالينا في مصر. اللي قدام حضراتكم ده هو اسامة فوزي، رئيس قطاع مبيعات الاقاليم في بيتي، وهيشرح لحضراتكم ازاي بيقدموا حوافز لاصحاب المحلات التجارية والبقالة لتنشيط مبيعات الكسيب، وهنحدد مقومات الكسيب الشاطر. حضرتك اقرب واحد للكسيب، صح ولا لا؟ مظبوط. عايزين نشجعه وعايزين نحفز العميل بتاعه ان يتعامل معاه، هنعمل ايه؟ احنا ابتدينا مشروع الكسيب ان احنا نطور فيه كل يوم عن التاني واعداده تزيد، بس لقينا ان مهم جدا ان هو لازم يحس ان انت وهو شركة. فساعدناه ان احنا عملنا دورات تدريبية له كتير عشان يقدر يزود مبيعاته، يظبط مكسبه ويحسن مكسبه يوم عن يوم، انه يزود الاصناف جوه المحلات ويوسع قاعدة العملاء بتاعه، فيبتدي يزود الناس المتعاملة معاه، وده بيساعده جدا ان هو يبيع اكتر. ساعدناه ببدل في العربيه، بقينا بنصرف له زي بدل، يساعده في ان هو يصرف على مصاريف عربيته. بالظبط كده، جاز وزيت وسولر وصيانه وقطع غيار. ساعدناه لما مديناه بتلاجات عشان يقدر يحطها في المحلات، بقينا بنعمل له مسابقات دايما. يعني عندنا كسيبه كتير على مدار السنين اللي فاتت دي ما بين شاشات وجنيهات ذهب وفاوتشر يقدر يصرفها من محلات كتير جدا. عملنا له زي حوافز كل 3 شهور تساعده كمان على صعوبة الحياة والمصاريف وغلاء الأسعار. احنا النهاردة 360 كسيب وبنخطط ل 400 كسيب، صح كده؟ هنتوسع تاني بعد كده ان شاء الله. يعني طبعًا. عندنا كرة لازم نوصلها ونمو لازم نوصلها بالكسيب. طبعا الفرص لا تنتهي، لان احنا النهاردة انت بتعمل ايه؟ انت كل ما بتزود منتجات في عربية الكسيب ايه اللي بيحصل؟ العربية بتتملى، فبيحتاج بعد كده
اما تيجي تزود له بقى منتجات كتير 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 والموضوع يكبر قوي، محتاج هو يعمل ايه؟ يتوسع، يبقى عربيه تانية. اه طبعا، عشان تكفي، او يدخل ابن عمه معاه، يبتدي يقسم المنطقه، او اخوه، او هو نفسه اللي يقدر. هي متوقف عليه برضه هو وشطارته. بالمناسبه شركه بيتي بتدعم كل كسيب وبتساعده في انه يشتري عربيه نقل ويجهزها بالتبريد لحفظ المنتجات وتوزيعها باعلى جوده وبافضل نظم للتداول، وكمان بيقدموا للكسيب بدل شهري للسيارة عشان يساعدوا في دفع أقساطها ومصروفات تشغيلها، بخلاف خصومات خاصة للكسيب على المنتجات عشان يضمنوا تحقيقه ربح صافي شهري ما يقلش عن 5% من إجمالي المبيعات. يعني مفيش أفضل من كده. تعالوا نقابل حسن صابر، مدير عام الموارد البشرية للقطاع التجاري في بيتي، عشان نفهم إزاي في أكاديمية بيتي بيدربوا الكسيب على العمل. خلينا نتكلم على حاجة أنا عارفها شخصيا. بيتي بتتميز بالأكاديميات الخاصة بتدريب العاملين فيها. تمام. الكسيب بيدخل ضمن أي أكاديمية لتأهيله وتدريبه؟ الكسيب طبعا بيخش في أكاديمية المبيعات، عشان الكسيب ده احنا بنعتبره واحد من الأزرع الرئيسية للمبيعات اللي بتوصل بضاعتنا لنقط احنا ساعات ما بنعرفش نوصلها، فلازم ندربه ونطوره بنفس الكيفية اللي بندرب ومنطور بيها المندوب بتاعنا، لأن هما الاثنين بيأدوا نفس الغرض. بنعلمه إيه؟ بنحاول نوصل له معلومات عمل إزاي؟ طيب خليني أقول لك إن إحنا كل سنة بنقدر بنحلل نتائجنا وبنحلل أرقامنا وبنحلل النقاط بتاعتنا في السوق، بنطلع منها بنقاط ضعف ونقاط قوة. فنقاط الضعف دي لازم نشتغل عليها، ونقاط القوة لازم نفضل مركزين عليها. وكويس إدارة المرتجعات إزاي، ما بين إزاي الخدمة المميزة للعميل، إزاي يعمل تغطية مظبوطة، إزاي يجرد عربيته مظبوط، إزاي يتأكد إن طلبه للبضاعة مظبوط. في عقد بينظم العلاقة بيني وبينك؟ في عقد بينظم العلاقة. أنا كسيب وحركة شركة بيتي، بينظم العلاقة المالية. عقد مالي، وده الأهم طبعاً، بينظم العلاقة المالية إنه بياخد بضاعة، بيدفع ثمنها، بيسدد ثمنها بالكامل، بس ممكن يبقى فيه جزء بيسدده بعد مثلاً كام يوم. ففي طبعاً حاجة، وهو برضو بيحمل اسمي على عربيته وعلى لبسه، فلازم يبقى عارف إن في شوية سلوكيات لازم يتبعها. بنسمع للكسيبة طبعاً، بنقعد معاهم كل طبعاً. أسبوع، كل شهر، كل إحنا سنة. إحنا عندنا برنامج في شركة اسمه التواصل. التواصل ده كل شهر المدير لازم يقعد مع الفريق بتاعه، يسمع منهم كل تحدياتهم، يقدر يحللهم حاجات بيحلها في ساعتها، حاجات بتبقى أكبر من هو يقدر يحلها، بيرفعها للإدارة بننظر فيها، ولازم نرجع نقول لهم حصل إيه. خلي بالك إن الكسيب إحنا مش سايبينه لوحده كده، الكسيب ده ليه قطاع إشرافي وإداري مسؤول عنه بس. يعني هو زي ما أنا عامل لكل مثلا 7 مندوبين عندي مشرف، أنا عامل لكل 7 كسيبة مشرف، وكل مجموعة مشرفين عليهم مدير، دول موظفين في الشركة. لسه مكملين مع شركة بيتي ومشروع الكسيب. دلوقتي هنتحرك على الدقهلية ودمياط والغربية، هنقابل هناك نماذج من الكسيبة الجدعان اللي نجحوا في مهمتهم وبقى عندهم أكتر من عميل وتوسع نشاطهم. والبداية مع الكسيب مهران عبد الستار، وهو من محافظة البحيرة وحاصل على ليسانس أداب لغة عربية، وحكايته رائعة. أنت نموذج رائع للكسيب. بدأت كمندوب في شركة بيتي، وبعد كده قررت وخدت قرار بقلب حديد انك تبقى الكسيب. اتعلمنا ايه وبقينا زي كسيب، وزي النهاردة عندنا 7 عربيات بتوزع في مصر. انا بدأت كنت شغال مندوب في الشركة، وبعد كده كنت سبت الشركة وطلعت شوية اشتغلت برا. عرفت عن موضوع الكسيب دوت عن طريق ناس في الشركة، يعني اصحابي. أجرت عربية في البداية، والشركة ديتني منطقة. أولاً الشركة المنطقة دي كم محل أصلاً مبدئياً كده؟ تقريباً 130 محل. لسه معاك لغاية النهاردة؟ بل بيزيدوا طبعاً، أكيد في ناس بتفتح جديدة وفي ما شاء الله عليك. بتكبر يعني. زودت ال 130، خليتهم كام النهاردة بقى؟ النهاردة أصلاً 150 تقريباً. 150 محل. بتعد عليهم كل قد إيه عشان توزع عليهم منتجات؟ مرتين في الأسبوع. مرتين؟ بقسمه على بقسم ال 150 عميل على 3 خطوط سير، سبت وثلاث، حد وأربع، اثنين وخميس. انك تحول منطقه كل المستهدف منها 100,000 جنيه لمليون جنيه مبيعات، اكيد في مجهود اتعمل. اكيد عملت طبعا. إيه؟ اكيد طبعا. كان الاول كان بفضل التدريب في الشركه، كنا بنتدرب على الحاجات دي، ازاي ان انت تكبر المنطقه. كان بينزل معايا المشرفين والمديرين بيساعدوني في الحاجات ديت. عندنا في الشركه في مشروع الكسيب دوت بيعملوا كل شهر ليك دوره تدريبيه، بتاخد بيقعد معاك حد
بيدربك ازاي تتعامل مع الناس، ازاي تدير المرتجعات بتاعتك في السوق. ادينا امثله، يعني بتعمل ايه لما تدخل المحل عشان تحسب قدراته في البيع عشان ما تحطش عنده حاجه تبقى عندك مرتجع في النهايه، صح ولا لا؟ اكيد طبعا. ازاي بتحسب ان الراجل ده امكانياته في البيع هي دي ما تزيدش عن كده، وامتى توافق انك تزوده؟ اشرح لنا، اتعلمت، انا عايز اتعلم منك. يعني احنا بنشوف اول حاجه، بنبص مثلا لو لسه محل بفتحه اول مره جديد ما اشتغلتش معاه قبل كده، بشوف ايه المنافس عنده، شكله ايه، منزل كميات قد ايه، بحط يعني قريبه منها نفس الكميات وكده. بشوف بقى، ببدأ انا بكبر بقى العميل، بحط عنده مثلا في الاول 3 4 اصناف، بعد كده ببدأ ادخله اصناف تانية بكبره بقى. من عربيه واحده ايجار حضرتك بدأت بيها في 2017 للنهارده ما شاء الله 7 عربيات. تمام. وبتخطط لعربيات جديده، صح ولا لا؟ عملت ده ازاي؟ يعني هو احنا طبعا اشتغلت اول سنه بالعربيه الايجار ديت، والحمد لله سنه كامله شغال ايجار. شغلت سنه كامله. كان بيطلع لك منها ايه دي؟ يعني بتدفع 14000 جنيه شهريا؟ كان حتى لو كان بيطلع لحاجه بسيطه مثلا اللي هو المرتب بتاعي اللي كنت باخده في شركه، وقدرت اعمل جمعيه وكده لحد ما اجهز المقدمه بتاعه العربيه، ودفعت مقدمه العربيه والشركه ساعدتني بقى في الاقساط بتاعه العربيه. كم ساعه في اليوم بتشتغل؟ لا انا ممكن اشتغل من 8 الصبح مثلا ل 10 11 بالليل. ربنا يبارك لك. وبعدين قدرت بعد كده ان انا ادخل اخواتي معايا، بعد فتره تانية جبت اخويا الثاني، بقى احنا 3-4 اخوات يعني. ربنا يحميكم ويحفظكم. الاربع اخوات بتفكروا في ايه؟ انا نفسي ان شاء الله انا ابقى اخد توكيل من الشركه، ابقى موزع للشركه. أيوة. توكيل يعني، او ابقى صاحب شركه يعني. احنا عندنا اسطول عربيات، واحنا اللي نوزع منتجات مصر. انت بقالك دلوقتي كام، 5-6 سنين معاهم في الكسيب؟ صح كده. متوسط الدخل تمام؟ زي الفل الحمد لله. مبسوط؟ طبعا الحمد لله. اتجوزت وسعدت اخواتك؟ حياتي 360 درجه. اللي قدام حضراتكم ده هو الكسيب محمد نوح حسين، هو تخرج في كليه الاداب قسم جغرافيا، هو من قريه سماحه مركز اجد اهليه، وبيمتلك عربيتين النهارده، ومشغل على العربيه الثانيه سواق ومندوب، يعني بقى عنده شركة توزيع وكمان فيها موظفين. مش بقول لحضراتكم، حياة الكسيب بتتغير 180 درجة. اللي يشوف شغلانتك من بره يقول عليها سهلة جدا، انت بتاخد بضاعة تحطها في عربية، تنزل توزع، تاخد فلوس، تاخد نسبتك، ترجع، صح كده؟ تمام. المرتجع ترجعه. تمام. لكن الشغلانة مش سهلة. لا مش سهلة. ليه بقى؟ انت بتواجه تحديات في السوق، في مواعيد، احترام عميل، ان ازاي تخلي العميل نفسه يبقى عنده ثقه فيك، يديك الامان في ان انت تخش محله وترسله تلاكته. ده حته مش سهل. تعرفت اصلا مشروع الكسيب منين؟ من خالي عماد، عماد شكري. كان عماد عميل. عماد شكري ده خالك انت شخصيا؟ شخصيا. ايه علاقته ببيتي؟ كان عميل لدى شركه بيتي. تمام. عميل تجزئه، بينزلوه بضاعه يعني. تمام. عميل تجزئه. فعرفنا على الكسيب. فطبعا في الاول انا ما كانش معايا راس مال، فجبت عربيه قسط. دفعت مقدمتها. دفعت مقدمها من معايا. تمام. وقسطت الباقي. كان معاك كام؟ يعني تقريبا فرنج 150,000 ولا. دي المقدمه اللي دفعتها؟ تمام. من خلال عملي بقى والربح بتاعي سددت العربيه الاولانيه. تمام. ساعدوك فيها بيتي؟ هي ساعدتني في حته ان هي التزمت معايا بالحوافز والمسابقات طبعا، وحته الاجل عند الشركه ساعدتني كتير، فساعدتني كمان ان انا اجيب عربيه، وساعدتني ان انا ادخل في الثانيه كمان، ادخل في الثانيه، اخلص قسط الاولانيه وادخل في الثانيه. الموضوع مش سهل. تمام. ان انا اخد بضاعه من مصانع بيتي وانزل اوزعها. كم محل عندك؟ 150-200 عميل. 150-200 عميل. ده عايزين منظومه. تمام. بتبدا يومك ازاي؟ انا ببدا بقوم بدري، انظم بضاعتي. بتحملهم منين؟ مركز توزيع في الدقهليه؟ لا، عربيه الامداد بتجيب لي بضاعه في مخزن. هم بيقولوا لك لغايه عندك. تمام. طب حلو. بعدين احمل العربيتين الاثنين، واعرف اعرف السواق والمندوب خط السير اللي هم رايحينه. طب هتروح النهارده اثنين شغالين، سواق ومندوب. تمام. جدع. انت هتروح لفلان، هتروح لعلان، ده هتروح تنزل له كذا، هتنزل له كذا، اتصل عليك انا عاوز بضاعه، وده مش عاوز بضاعه، ده عنده توالف، هاتها. برتب انا شغل. الكسيب اللي قدام حضراتكم ده اسمه عبد الرحمن الدياستي، حاصل على دبلوم تجاره، وبيوزع منتجات بيتي في قريه كفر بداوي بالدقهليه وكفر سعد بدمياط. وبجد هو من افضل الناس اللي ترص ثلاجه المنتجات، وده علم بالمناسبه. وهو كان شغال سواق بمرتب 1700 جنيه، والنهارده ما شاء الله بجد عنده 120 عميل، ومبيعاته شهريا بتتجاوز 320,000 جنيه، وعربيته اللي كان مأجرها بقت ملكه. ركزوا معاه. انت حضرتك شغال في دمياط. تمام. وعليك راسه زي ما بيتقال جنان للتلاجة. حكايتك ايه بقى؟ احكي لنا كده. عبد الرحمن الدياستي كان مرتبه 1700 جنيه، النهارده
هتفاجئنا باللي انت حققته. انا كنت شغال في شركه توزيع مواد غذائيه، فكنت عايز احسن من دخلي، فكان عندي طموح ان انا اكبر. فسمعت عن برنامج الكسيب مقدمه شركه بيتي، فتواصلت مع المشرف وعرفت انظمه البرنامج بتاع الكسيب وشرح لي. فالمهم عرفت ان هو مربح من اللي هو شرحه لي، فبدات بقى ان انا اروح. ما فكرتش طب هجيب عربيه منين، طب هعمل ايه؟ لا ما فكرتش فيه. جمدت قلبك كل اللي انت اتكلمت ان انا فكرت فيه. فمن النقطه ديت قلت هاجر عربيه، بالفعل اجرت عربيه، فكان ناقصني راس المال، فاقترضت 20,000 جنيه بدات بيهم تحمل بيهم بضاعه جوه العربيه عشان اخد بضاعه من الشركه. فاخدت البضاعه من الشركه وال 20,000 جنيه دولت نزلت بقى في السوق، بقى بدات اطورهم في السوق. هم محددين لك منطقه تتحرك فيها كام فين؟ كان عطلني التفتيش وكفر سعد البلد. دخلت على المحلات محل تقول له انا اللي هبقى مندوب معاك من شركه بيتي ولا عملت ايه؟ احنا بنزل معانا المشرف بتاعنا بيسلمنا المنطقه بتاعتنا من الشركه لحد ما بيسلمنا ال 70 عميل، وبعد كده طبعا عدد العملاء تبقى كبير في المنطقه. هو اللي بيديك العملاء؟ ايوه بيديني. اداني سته اللي بتجتهد وتتحرك. اداني 70 عميل، فطبعا المنطقه بيبقى فيها 120 150 عميل، فاحنا بنجتهدنا وصلت ال 120 عميل في المنطقه. ربنا منع عليا الحمد لله وكبرت مع الشركه، وبدات كنت بادئ بعربيه ايجار الاول، وبعد كده اشتريت عربيه قسط، والشركه ادتني اهلاك للسياره، دعمتني ووقفت جنبي برضك علشان ان انا برضك اغطي تكلفه قسط العربيه ومصاريف العربيه. وبقى عندي مشروع تاني، ومع الوقت خدت مشروع تالت في فرع كيرنس. انت بتحدد المناطق زي المناطق اللي هي ما يقدرش يدخلها المندوب بالعربيات الكبيره، صح كده؟ لا، الشركه عندنا فيها سياسه انها بتحافظ على الكسيبه معاهم، وما بتخليش حد بيروح عند حد، فكل واحد عنده منطقه ملتزم به. فدي من حاجه كويسه وميزه جميله جدا في الشركه. دلوقتي هنقابل الاستاذ ايمن حبيب المدير الاقليمي لمبيعات الكسيب، هو من اقرب الناس للشباب اللي شغالين في مشروع الكسيب، ودايما متواصل معاهم وبيعمل اجتماع دوري مع الكسيبه عشان يطمن على المبيعات واحوال السوق واسعار المنافسين وغيرها من الموضوعات اللي بيكون الكسيب أدرى واحد بيها. مشروع حلو جدا، ناجح جدا، الشباب يفرحوا جدا، ودخلهم هايل جدا. الناس دي يومها بيبدأ ازاي؟ بنوفر لهم احتياجاتهم ازاي؟ عندنا 33 مركز توزيع على مستوى الجمهورية، بتخدم عليهم ازاي؟ اشرح لي اليوم. هو يوم الكسيب بيبتدي عندنا ان هو بيجي بالعربية بتاعته عندنا، لو كان هيحمل بضاعة من المكان اللي هو المركز اللي بيحمل منه البضاعه، او عربيات بتروح لهم. انا قالوا لي ان في عربيات بتروح لنا، في حاله ان الاماكن بعيده مثلا، فاحنا بنخلي في عربيه من الشركه بتروح توصل لهم عشان نوفر عليه الوقت ونوفر عليه التكلفه. العربيه بتروح له مثلا بالليل او الفجر، بحيث ان هو ايه تبقى البضاعه عنده، يقدر يطلع بيها الصبح بدري على خط السير ويرتب بتاعه. نفسه وبيرتب بقى اموره وحاجته طبعا من بدري. لو هو بقى هيستلم البضاعه من قلب الفرع في الشركه، فهو بيجي الفرع الصبح بدري بعربيته، بيبتدي يدخل اول حاجه بيعملها بيحط العربيه ويدخل الاجتماع سريع لا يتعدى 15 دقيقه مع المشرف بتاعه. طبعا كل مجموعه كسيبه بيكون لها مشرف بيكون مسؤول عنها. الاجتماع ده طبعا غايه في الاهميه، لان ليه اهميه في كذا حاجه. اول حاجه ان هو بيشوف مع المشرف ايه المبيعات اللي عملها اليوم اللي قبليه، هو باع ايه، ايه اللي ما اتباعش معاه، ايه الحاجات اللي كانت ناقصاه، ايه المنتجات اللي محتاج يزود منها في اليوم اللي بعديه، وهكذا. طيب، وبنوافق على كلامه ولا بنراجعه وبنتاكد عشان برضو خبرته تسمح ان هو يزود الكميات اللي بياخدها؟ هو طبعا دي بتبقى مناقشه بينه وبين المشرف بناء على التارجت اللي محطوط له. هو بيبقى عنده تارجت محطوط للمنطقه، والتارجت ده بيبقى محطوط قوته على حسب قوه المنطقه اللي هو نازلها. فهو بيبتدي بناء عليه يقارنوا الخطه باللي هو بالفعل اللي حصل، ويتناقشوا في الاوردر اللي هيتعمل النهارده، وبعد كده بينتهوا في الاخر لامر التحميل النهائي اللي المشرف بعد كده بيبعته للمخزن عشان يبدا يتحمل. المخزن طبعا بيستلم امر التحميل وبيحضر الطلبيه بتاعه الكسيب، بيحطها على طبليات بحيث ان هو بعد ما خلص الاجتماع يتوجه للمخزن ويبدا يسلمه الطلبيه بتاعته يستلمها، وبعد كده يطلع على خط السير. بعد كده بيطلع بقى خط السير. طبعا خط السير ده بقى طبعا مهم جدا جدا جدا، لان هو بيبدا بقى تقريبا بيبقى عنده 40 زياره في اليوم. طبعا بالنسبه لكل الكسيبه بيواخدين طبعا تدريب في خطوات الزياره ومواجهه الاعتراضات، ازاي يتعامل مع العملاء، ازاي يدير الثلاجه بتاعته. مواجهه الاعتراضات طبعا، لان في من العميل طبعا العميل ممكن العميل يقول له مثلا لا انا ده مش هيشتغل عندي في المنطقه، النوع ده ما حدش بيطلبه منه، فيبدا يقولوش مش بمزاجك، فبيبدا يفهمه. لا لا لا، بيبدا يفهمه مثلا لا طب انت خد جرب، لو انت ملاش تاخد مني كميه خد مني علبتين وجرب، هل شوف في مستهلك حاجه يطلب. فطبعا لما بيحط البضاعه يبدأ المستهلك يشوف البضاعة يجي ياخدها، فهو بعد كده بيشتغل معاه ويطلب منه نفس المنتج بعد كده.
احنا هنتوسع في الكسيب لغايه عدد قد ايه من الشباب؟ يعني احنا ان شاء الله باذن الله عندنا كده هدف ان احنا خلال السنتين اللي جايين نزود كده حوالي 80 ل 100 كسيب كمان معانا. الشباب اللي عايز يبقى كسيب يتقدم لمين؟ والله في رقم ساخن 16964 هو ممكن يتصلوا عليه، وهو الفريق زمايلنا بيوجهوه، هو بيطلب منطقه معينه فبيقول له في التليفون او يتوجه لمراكز التوزيع، ممكن او اي مركز لنا في كل محافظه طبعا مركز توزيع ممكن يتوجه هناك ويسال لو في مكان متاح بياخد مشروع، ولو المكان اللي هو متوجه له ما فيهوش حاليا حاجه بيتحط في قائمه انتظار، واول ما يظهر حاجه او مكان جديد او منطقه جديده بيبدا يتاهل. بعد ما يتفق معاه على المكان اول ما يبدا يشتغل في المشروع بيبدا يتاهل، بقى بياخد دوره تدريبيه وننزل معاه ونفهمه ونشرح له كل حاجه. تخيلوا حضراتكم مشروع الكسيب خلق 35 ألف نقطة بيع لمنتجات بيتي بإجمالي مبيعات تجاوز المليار جنيه، ولسه كمان المشروع بيكبر وعدد الكسيبة بيزيد. قمة النجاح بجد. تشاهدون بعد الفاصل. فريق الجدعان في ورشة سمير عبد المنعم لفنون حطب الحنة والحلفة والسمار والبردي بقرية ميت كنانة بالقليوبية، حيث برع في استخدام تلك الخامات في إقامة الأسوار وأسقف المطاعم والبرجولات والشماسي والمقاعد وغيرها من المنتجات الحرفية اليدوية.